المهم خويا حنا دابا تنطلعوا للهراوين يوميا، تنجيبوا الحوت ب 60 درهم من الهراوين في تريبورتور موتور. حنا تنتسناو من المسؤولين المبادرات، حنا عطونا شي موتور نجيبوا الحوت حنا بحال بحال الناس. يعني ملي تجيب من ليه ب 60 درهم الحوت حتى لهنا، يعني اش غتربح؟ الطلب ديالنا هو باش الناس يعاونونا المسؤولين شي موتور حتى حنايا حتى نجيبوا حنا عليه الحوت، باش ما بقاش الترونسبور غالي علينا بزاف. السلام عليكم. بعدا خويا حنا كنبيعوا السرديل فوق مراكش المدينه القديمه، وحنا راه شحال من عام حنا كنبيعوا هنايا، والله يدير شي شاوت الخير، راه حنا خدامين وما خدامينش. شراك تنبيعوا شي شحال هذه قديم، ولكن ما كانش نبيعوا شي ديك الساعه، مو متبعنا شي وحدين من شي طريق ماشي حتى ليه، فهمتيني ولا لا؟ ولينا خارجين على راسنا، ولينا داخلين السجن. دابا عفى علينا الله، خرجنا الحمد لله، راه تنبيعوا نشريوا بخير. تسمع البوفري الناس الزوينين اللي عنده ياخذ، اللي ما عندوش ياخذ، تيكون عنده ويجيب لينا. هادشي اللي كاين، حنا عايشين مع البوفريه. المهم الحمد لله راه عفوا علينا الله، ما بقينا تنديروا والو، حنا راه تنبيعوا نشريوا. هانتوما خوتنا سالينا من المشاكل، تبارك الله كل نهار ورزقه، تيني على حساب الاثمنه، داكشي زوين. مره هاد البوري تبارك الله هادي دايره 400 500، هادي دايره 300، الاخرى دايره 500، سردير بار فرانك بعد مرات 160 على حساب الكميله وصافي. الناس اللي بغونا، الناس اللي بغيونا تيجيو عندنا تيعاونونا، تطلبوا من المسؤولين حتى هما يتعاونوا معنا على هذا البيع والشري هذا. حنا راه بركه من المشاكل. الكلمه الاخيره هو الله عافي عليا من هذا الشيء كامل اخويا. نتمنى البيع والشري حلال، شي مرة صالحه ان شاء الله. كملوا طريقنا الحمد لله. كنشتغل في السوق مده 6 سنين، عندي دبلومي في الومنيوم، كنبيعوا الحوت، انا حريفي كنقي الحوت، فهمتيني؟ انا خدامين مع هاد الناس هادو في هاد السوق. كنتمناو اخويا من هاد السوق هذا راه هو زوين، وراه كنصور واحد الكام وكنشري، راه ماشي ديال الدوام، واش فهمتي؟ راه كيجريو عنا، كنخدمو شهرين 3 شهور في الشهر في العام، والناس راه ما عندنا، حنا بعدا يتيم كنخدم على امي، واش فهمتيني ولا لا؟ ما خصهمش يجريو عنا. انا انت تقول كلمه ديال يعطيك كلمه ديال الكوله، واش فهمتيني اخويا الزوين؟ حنا واكلين العصا ديال بصح، حنا خويا حنا كنخسروا 200 درهم في النار مبلين، خصنا نديو لوالدينا، خصنا بزاف د الحوايج. كنصوروا هنا واحد البركه، ديك البركه ما قاداش، كاينين بزاف ديال الشباب بحالي ضايعين، باغيين يديروا بزاف، ولكن ما كاينش افاق اخويا. كنجيو لهاد السوق هذا، واش فهمتيني ولا لا؟ ما لقى مسكين والو، مشى خطف، مشى دا، مشى دار. السلام عليكم اخويا، دير الكلمه ديالي، وكنطلب من الناس المسؤولين يديروا معنا شي حل، عباد الله راه ضايعه.